السلام عليكم ورحمة الله. Our topic is anaerobic infections. بسم الله الرحمن الرحيم. At the beginning, I want to define or describe an anaerobic organism. An anaerobic organism is defined as any organism that doesn't require oxygen for growth. It can use other ways for growth. What are sources of anaerobic infections? Anaerobic infections may be endogenous from body, as intestinal anaerobes. Anaerobes may live in the intestine as normal flora, oral anaerobes, or in the skin glands and hair follicles. Also, anaerobic infections may be exogenous from soil, as Clostridium tichinoi, Clostridium botulinum, Clostridium difficile. So, the sources of anaerobic infections may be endogenous or exogenous, or both endogenous and exogenous. ايه هي الكاتيجوريز اوف انايروبس؟ اول حاجه اوبليجيت انايروبس دي مايكرو اورجانيزمز هارمد باي ذا بريزنس اوف اوكسجين. هنا البكتيريا مش هتنمو على الاطلاق في وجود الاكسجين. الكاتيجوري اللي بعد كده ايرو تولرانت اورجانيزمز ما بتقدرش تستخدم الاكسجين فور جروث ولكن كان تولريت اتس بريزنس. ممكن تعيش في وجود الاكسجين لكن ما بتستخدموش. مايكرو ايروفيليك بكتيريا دي محتاجه الاكسجين ولكن بنسبه قليله، ولو زادت نسبه الاكسجين ده ممكن يعمل سبريشن للجروث اوف بكتيريا، ممكن يموت البكتيريا او يعمل سبريشن للجروث بتاعها. ايضا في مجموعه بسميهم فاكالتيتيف انايروبس، دول لو الاكسجين موجود هيستخدموه ولو مش موجود هيقدر ايضا يستخدم طرق اخرى للجروث والمالتيبليكيشن. هي دي الكاتيجوريز اوف انايروبس. What are the categories of anaerobes? Obligate anaerobes which are harmed by the presence of oxygen. Obligate anaerobes can't live or multiplicate in the presence of oxygen, so they are called obligate anaerobes. Aerotolerant bacteria, they can't use oxygen for their growth but tolerate its presence. Aerotolerant bacteria can't use oxygen, they don't use oxygen for their growth but can live with the presence of oxygen. Micro aerophilic bacteria, they need oxygen but with minimal amount only, with minimal concentration. They are poisoned by high concentration of oxygen. So the optimum growth of micro aerophilic bacteria with the presence of minimal concentration of oxygen. Facultative anaerobes, they can grow without oxygen and also they can grow with the presence of oxygen. So if oxygen is present, they can use it. If oxygen is absent, they can use another ways for their growth. زي ما قلنا الأوبليجيت أنايروبس عبارة عن بكتيريا كان تو جرو إن ذا بريسنس أوف أوكسجين. طب ليه؟ لأنها ما عندهاش الإنزيمز اللي بتخليها تتخلص من الأوكسجين توكسيك برودكتس
اللي ممكن ينتج من الايروبيك ميتابوليك رياكشنز. الايروبيك ميتابوليك رياكشنز بينتج عنها اكسجين توكسيك برودكتس، محتاجه انزيمز معينه عشان تخلصها من الاكسجين توكسيك برودكتس دي. فالاوبليجيت انايروبس ما عندهاش الانزيمز دي اللي تقدر تخلصها من الاكسجين توكسيك برودكتس. الانزيمز دي زي ايه؟ زي الكاتاليز، بيروكسيديز، والسوبر اوكسيد ديسميوتيز. دي انزيم او انزيمز ضروريه للتخلص من الاكسجين توكسيك برودكتس اللي بتنتج عن الايروبيك ميتابوليك رياكشنز. طيب امال بتستخدم ايه بقى في الحصول على الانرجي؟ بتعتمد على الجلايكوليسيس والفرمنتيشن. هل تعتقدوا ان الانايروبس لها رول في النورمال فيسيولوجي اوف هيومن بودي؟ طبعا زيها زي النورمال فلورا كلها، هي جزء كبير من النورمال فلورا، بتمنع الكولونايزيشن والانفكشن بالاذر باثوجينز عن طريق البكتيريا انترفيرنس. ازاي؟ ان هي بتفرز توكسيك ميتابولايتس، بتبقى توكسيك للاذر باثوجينز، بتعمل ديبليشن للنيوتريشن، وبالتالي الباثوجينز مش هتلاقي نيوتريشن كفايه عشان يحصل لها مالتيبليكيشن. انترفيرنس ويز ادهيجنز، بتمنع الادهيجن اوف اذر باثوجينز لان هي بتبقى واخده كل المكان. ايضا في انواع منها بتفرز فيتامينز زي الفيتامين كي، والبكتيريويد فراجيلس بالذات بتعمل دي كونجيجيشن للبايل اسيدز. ايه هي السايتس اوف انايروبيك انفكشنز؟ زي ما احنا شايفين في الصوره هنلاقيها ديب سيتد لانها انايروبس، هتنمو بعيد عن الاكسجين، فممكن تعمل برين ابسس، ممكن تعمل اوتيتس ميديا، ممكن تعمل ساينوسايتس، دنتال انفكشن، سيلولايتس، وهكذا. فهي بتعمل انفكشن في مكان مستخبي او بعيد عن الاكسجين زي اي انفكشن من اللي موجود في الصوره قدامنا. ايه هي البكتيريولوجيكال فايندينج سجستيف اوف انايروبيك انفكشن؟ ازاي اعرف او اشك ان في انايروبيك انفكشن؟ اول حاجه من التيبيكال مورفولوجي فور انايروبس. بعض الانايروبس لها تيبيكال مورفولوجي بتعرف عليه عن طريق الجرام ستين زي ما هنشوف دلوقتي. inability to grow in aerobic cultures، انا زرعت او حطيت العينه في aerobic culture وما طلعتش، يبقى ممكن تكون انايروب. الانايروبيك جروس اون بروبر ميديا كونتيننج انتيبيوتيك سابريسنج ايروبس، يعني لو انا حطيت في الكالشر ميديا انتيبيوتيك بيعمل سابريشن للايروبس فطلع جروس، ده معناه ان ده انايروبيك انفكشن. اول ما يحصل جروس في الانايروبيك زون اوف فلويد كالشر ميديا او الاجار كالشر ميديا، لو في مثلا فلويد كالشر ميديا هلاقي فيه جروس تحت خالص ديب في الفلويد كالشر ميديا، او يحصل جروس للبكتيريا في كالشر ميديا فيها كانامايسين، نيومايسين او فانكومايسين. ايضا من الحاجات اللي هي سجستيف للانايروبيك انفكشن ان نلاقي السبيسمن او البكتيريا الكالشر فيها جاز او فول سميلينج اودر. ايضا في بعض الانايروبس زي البريفوتيلا اليانج كولونز بتاعتها بتدي فلوريسنس اندر الترا فايلوت لايت، وممكن تدي تيبيكال دارك بيجمنت في الاولدر كولونز. ايضا في بعض الانايروبس بتكون كاركترستيك كولونز على الكالشر ميديا زي الكلستريديوم بيرفرنجنز. تعالوا نتعرف ايضا عن الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي للانايروبيك انفكشنز، يعني ايه الانتيبيوتيكس اللي انا ممكن استخدمها للانايروب؟ ممكن استخدم البنسلين، كليندامايسين، سيفوكسيتين،
مترونيدازول ومعاه بنسلين، كارمابينم، كلورام فينيكول. الميديكالي امبورتنت anaerobes can be classified into gram positive bacilli زي الكلستريديوم تيتيناي، كلستريديوم بيرفرنجنز، كلستريديوم بوتيولينم، كلستريديوم ديفيسيل، بروبيونوباكتيريوم، اكتاينو مايسيز، لاكتوباسيلس. جرام نيجاتيف باسيلاي، باكترايدز فراجيلز، فيوزو بكتيريوم، بريفوتيلا بورفرومنس. جرام بوزيتيف كوكاي، بيبتوستريبتوكوكس، وجرام نيجاتيف كوكاي زي الفيلونيلا. زي ما احنا شايفين الانيروبس كتيرة جدا، فلازم ابقى عارف الكلاسيفيكيشن بتاعتها. ايضا ممكن نقسم الانيروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي لسبور فورمينج ونون سبور فورمينج. نون سبور فورمينج زي مجموعه البروبيونوباكتيريا، اكتينومايسيز، لاكتوباسيلس، موبلينيكس. وسبور فورمينج زي مجموعه الكولستريديا، كولستريديوم بيرفرنجنز، كولستريديوم ديفيسيل، كولستريديوم تيتيناي، كولستريديوم بوتيولينوم. هنتكلم عن مجموعة الكولستريديا. والكولستريديا عبارة عن large gram positive anaerobic bacilli كلها spore forming، بتعيش أو معظمها بيعيش كسابروفايتس في أي حتة حوالينا في الانفايرمنت. ممكن تعيش في التراب أو في الأراضي الزراعية أو أي مكان بيبقى فيه تربية حيوانات. موجودة في الانتستينال تراكت اوف سام انيمالز. في منها الباثوجينيك وفي منها النون باثوجينيك. دلوقتي هنتكلم على الباثوجينيك او الكلينيكال امبورتنت. اول مجموعة فيها بسميها كولستريديوم تيتيناي بتعمل تيتينس، كولستريديوم بيرفرنجنز بتعمل جاز جانجرين، كولستريديوم ديفيسيل بتعمل سودو ممبرينس كولايتس، كولستريديوم بوتيولينوم ودي بتعمل نوع من انواع الفود بويزنينج. وهنبدا باول ممبر في مجموعه الكولستريديا وهو كولستريديوم تيتيناي. الكولستريديوم تيتيناي عبارة عن جرام بوزيتيف باسيلاي زي مجموعة الكلستريديوم، بيكون سبور، ولكن السبور هنا بيكون تيرمينال سبور موجود في السويل والجاسترو انتستينال تراكت اوف انيمالز. بيعمل مرض خطير جدا اسمه تيتينس او لوك جو، عبارة عن نيورو ماسكولار بكتيريال ديزيز بيأفكت النيرفس سيستم ويؤدي الى painful muscle contraction اللي بتبدا في الجو وبتاخد معاها النيك ماسلز، بعد كده بتنتشر في الجسم كله. بيكون طبعا common في developing countries، intravenous drug abusers والgeriatric patients. ايه هي الباثوجينيستي والواي اوف انفكشن اوف كولستريديوم تيتيناي؟ زي ما احنا قلنا الكولستريديوم تيتيناي سبور فورمينج، بيبقى موجود في التراب، على الارض، في الحقول، في المزارع، في اماكن اللي فيها حيوانات، يعني موجود في كل مكان في الانفايرمنت اللي حوالينا. ولكن بما ان الأورجانيزم سبور فورمينج، فالمشكلة إن السبورز لو جت ديب في التيشوز، يعني لو أنا تعرضت لإنجري والإنجري عن طريقها دخلت السبور ديب، دست مثلا على مسمار والمسمار ده كونتامينيتد بالسبور، دست على حتة إزازة والإزازة دي بقت كونتامينيتد بالسبورز، فدخلت جرحتني ودخلت ديب في التيشوز،
هنا السبورز بقت ديب في التيشوز فبقت بعيده عن الاكسجين، وبما ان هي انايروبيك فالسبورز هتبدا تعمل ايه بقى؟ يحصل لها جيرمينيشن، يحصل لها فيجيتيشن، هتكون الفيجيتاتيف بكتيريا، يحصل لها شويه مالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن اوف كوليستريديوم تيتاناي في حد ذاته ما فيش منه مشكله، هو اصلا نون انفيزيف، ولكن المشكله في التوكسينز اللي هيفرزها، هيفرز توكسينز زي التيتانوس بازمين والتيتانولايزين توكسين. يبقى اذا الكوليستريديوم تيتاناي لو وصلت عندي ديب في التيشوز، لو السبورز بتاعتها وصلت عندي ديب في التيشوز نتيجه مثلا ان انا دوست على مسمار كونتامينيتد بالسبورز، او ازازه كونتامينيتد بالسبورز، او حتى انيمال بايت، ممكن يكون عن طريق انيمال بايت، او عن طريق مثلا في حالات الدراج ادكشن برضو ممكن توصل ديب في التيشوز، يحصل مالتيبليكيشن للفيجيتاتيف مايكرو اورجانيزم ده ويبدا يفرز التيتانوس بازمين والتيتانولايزين. التيتانوس بازمين ده بيعتبر نيوروتوكسين، بيوصل السنترال نيرفوس سيستم، بيروح الانتيريور هورن سيلز عن طريق ريتروجريد اكزونال ترانسبورت، بيروح يعمل ايه؟ يعمل بلوك للريليز اوف انهيبيتوري ميدييتورز، ما يبقاش فيه انهيبيتوري ميدييتورز، يعمل لها بلوك، وبالتالي هيمنع المصل كونتراكشن انهيبيشن، يعني بعد ما المصل كونتراكشن تحصل هيمنع الانهيبيشن بتاعها، فتفضل المصل في حاله كونتراكشن، يبقى في انكونترولابل بينفول مصل كونتراكشن، وده بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه البريفنشن اوف انهيبيتوري ميدييتورز ريكوايرد فور inhibition of contracted muscle، فتفضل المصل في حالة contraction ويحصل التيتانوس. تعالوا نشوف الكلينيكال manifestations اللي بتبقى موجودة في patient مصاب بالتيتانوس. بيبدأ البيشنت يظهر عنده سباز وستيفنس في الجو muscles، بيبقى عنده تريزمس، ما بيقدرش يفتح بقه، لوك جو، وايضا الوجه بتاعه بيبقى وجه مميز بنسميه ريسس ساردونيكس. يحصل اسبازم في السوالوينج ماسلز، فيحصل ديفيكالتي في السوالوينج، ويبدا بقى باقي الجسم كله يحصل فيه ستيفنس، ويحصل فيه اسبازم بينفول بادي اسبازم في كل العضلات اللي موجوده في الجسم، الريسبيراتوري ماسلز والابدومينال ماسلز. الدس هنا بيكون نتيجه الريسبيراتوري فيلير، نتيجه الباراليسيس اوف ريسبيراتوري ماسلز. السلايد دي بتوضح اكتر ازاي بيحصل التيتانوس. زي ما احنا شايفين الشخص بيدوس على شارب اوبجكت كونتامينيتد بالسبورز، السبورز بتبقى موجوده ديب في التيشوز، يحصل لها جيرمينيشن تكون بكتيريا، يحصل لها مالتيبليكيشن تبدا تفرز التوكسينز بتاعتها اللي هي التيتانوس بازمين والتيتانولايزين. التوكسينز بتوصل السنترال نيرفوس سيستم عن طريق ريتروجريد اكزونال ترانسبورت، هتوصل للانتيريور هورن سيلز وتعمل ايه؟ تعمل بلوك للريليز اوف انهيبيتوري ميدييتورز، فالمسلز اللي دخلت في كونتراكشن تفضل ان كونتراكشن، ويظهر الشخص ده بقى في صوره او يبقى عنده اعراض التيتانوس. التيتانوس ايضا ممكن يحدث في نيوبورن حديث الولاده، بنسميه تيتانوس نيوناتورم، ده بيبقى نتيجه انفكشن اوف امبليكال كورد، نتيجه الكونتامينيشن، علشان استخدمنا ادوات
غير معقمة أثناء الـ cutting of umbilical cord، وفي نفس الوقت الأم ممكن ما تكونش خدت الـ immunization against التيتانوس، فده بنسميه تيتانوس نيوناتورم. أما عن الـ diagnosis of tetanus فهو بيعتمد على الـ clinical diagnosis. زي ما احنا شايفين الـ clinical manifestations اللي بتتمثل في الـ symptoms والـ signs واضحة جدا وحادة جدا في مريض التيتانوس، فمش محتاجة لـ lab confirmation. ولكن لو أنا أخدت wound exudate from deep sites of the wound وعملت منها gram stain أو gram film، هلاقي الكوليستيريديوم تيتيناي بتظهر جرام بوزيتيف باسيلاي ويز دراماستيك ابييرنس، والشكل المميز ده دراماستيك ابييرنس بيبقى نتيجه التيرمينال اسفيريكال سبورز. ولو عملت كالشر فالميكروب ده انايروبيك، وبالتالي لازم اوفر له انايروبيك كونديشنز، يا اما ازرعه فيه بلاد اجار داخل anaerobic gas bag jar، او من الاول استخدم anaerobic culture media زي الروبرتسون cooked meat media. والكولنز اللي هتطلع اتعرف عليها مورفولوجيكالي، وممكن كمان اعمل منها جرام ستين واشوف الشكل المميز للكوليستريديوم تيتيناي. أما عن التريتمنت أوف تيتانوس فدي حالة إمرجنسي، حالة طوارئ محتاجة أتعامل معاها بسرعة جدا، عن طريق إن أنا أدي أنتي توكسين وذ هيومن تيتانوس إميونوجلوبولين، لأن المشكلة عنده هنا إن في سيركيليتنج توكسين، عنده توكسين، التوكسين ده لازم أعمل له إن أكتيفيشن عن طريق إن أنا أديله أنتي توكسين اللي هو عبارة عن تيتانوس immunoglobulin. ايضا بعمل كنترول للانفكشن، يعني الميكروب اللي موجود ده عايز اعمله كنترول علشان هو ده المصنع بتاع التوكسين، فبدي العيان ده مترونيدازول او بنسلين. وبما ان بيكون عنده مسل كونتراكشن، عنده مسل اسبازم، فلازم ياخد مسل ريلاكسنت زي البنزو دايازبين. وطبعا لازم الجرح ينضف جدا، والاحسن ان انا اسيبه مكشوف، وكمان اديله انترافينوس فلويدز كويسه جدا عشان اضمن الفلويد سبلاي واضمن النيوتريشن الكويس. اما عن البريفنشن في حاله ان شخص ما اتعرض ل ووند والووند ده بقى contaminated by soil أو foreign body، فوارد جدا إن يبقى فيه spores of Clostridium tetani موجودة في الووند ده، فأنا ممكن أعمل له prevention عن طريق passive immunization، إن أنا أديله برضو human tetanus immunoglobulin. أما عن active immunization عن طريق vaccination with DTAP أو DTB، دي بتتاخد روتين لكل الأطفال المولودين في الشهر الثاني والرابع والسادس وعند دخول المدرسة، ومحتاج كمان بوستر دوز كل 10 سنين. ده البريفنشن أوف تيتانوس. كوليستريديا كوزينج جاز جانجرين، هنتكلم عن مجموعة الكوليستريديا اللي بتسبب الجاز جانجرين. الكوليستريديا كوزنج جاز جانجرين ممكن اقسمها لمجموعتين، ساكاروليتك جروب وبروتيوليتك جروب. ساكاروليتك جروب زي كوليستريديوم بيرفرانجنز او كوليستريديوم وليشياي، كوليستريديوم سيبتيكم، كوليستريديوم ايديميانس. المجموعة الثانية البروتيوليتك جروب زي كوليستريديوم
سبوروجينز وكلستريديم هيستوليتيكا. جاز جانجرين او مايونيكروزس زي ما قلنا اللي بيعمل كده. certain types of clostridium species, ex-toxin producing clostridium species, and the most frequent type clostridium perfringens. clostridium perfringens capsulated non-motile spore forming طبعا زيها زي كل انواع الكلستريديا، بس السبورز هنا بتكون اوفال او سب تيرمينال. ايضا الكلستريديم بيرفرنجنز سبورز زي باقي انواع الكلستريديم سبورز موجوده في السايل، موجوده في الانتستين اوف هيومنز اند انيمالز، يعني وايد سبريد، موجوده في الانفايرمنت اللي حوالين. ايه هي البريدسبوزنج فاكتورز للجاز جانجرين؟ الاكسيدنتس، سيرجيكال انسيجنز، كومباوند فراكتشرز، دايابيتيك ألسرز، بانكشنال وونز، اند جان شوت وونز. زي ما احنا شايفين كده لازم يكون في ديب لاسريتد ووند، لازم يكون في فراكتشر، لازم يكون في اكسيدنت، يكون في سيرجيكال انسيجن علشان السبورز تقدر توصل ديب في التيشوز ويبدا يحصل لها جيرمينيشن او فيجيتيشن عشان تكون البكتيريا وتفرز التوكسينز بتاعتها اللي هتسبب الجاز جانجرين. يعني لازم يكون في ديب لاسريتد ووند. هننتقل للفيرولنس فاكتورز اوف كلستريديا كوزنج جاز جانجرين، وهنبدا بالتوكسينز. واخطر توكسين هي بتفرزه الفا توكسين، والالفا توكسين له ليسيسينيز اكتيفيتي، بيقدر يكسر الليسيسين اللي هو موجود في السيل ممبرين في الهيومن تيشوز. علشان كده الالفا توكسين له فيري دينجرس اند ديستركتيف افكت على السيل ممبرينز اوف هيومن تيشو، عشان كده بيتسبب في لايسيس اوف ريد بلاد سيلز، مايوسايتس، فايبروبلاستس، بليتلتس اند ليكوسايتس. ايضا في توكسين بتفرزه بعض انواع الكلستريديا اسمه انتروتوكسين، بيعمل فود بويزنينج، بيسبب تسمم غذائي. ايضا بعض انواع الكلستريديا ممكن تفرز سيتا توكسين اللي بيعمل هيمولسيس، وايضا توكسيك فور هارت ماسلز. ايضا من الفيرولنس فاكتورز اوف كلستريديا هيالو يورينيديز، دي انيز، كولاجينيز، وكلها بتساعد الميكروب على الانفيجن اوف هيومن تيشوز. هي دي الموست امبورتنت فيرولنس فاكتورز اوف كولستريديا كوزنج جاز جانجرين. ننتقل الى الباثوجينيسيس اوف جاز جانجرين او ماينيكروزس. وزي ما قلنا انه بيحتاج سيفير تروما او بيحتاج ديب لاسريتد ووند عشان يدي فرصه لعدد كبير ومتنوع من الكلستريديا سبيشيز انها تعمل كونتامينيشن للووند، وايضا في نفس الوقت بيوفر الانايروبيك كونديشن. لما السبورز بتبقى موجوده ديب في اللاسريتد ووند ده بيؤدي الى جيرمينيشن اوف سبورز، يبدا يحصل السبور جيرمينيشن والبكتيريا بعد كده يحصل لها مالتيبليكيشن وتبدا تفرز الاكس توكسينز والاذر فيرولنس فاكتورز بتاعتها. السكاروليتيك جروب اوف كولستريديا سبيشيز بتبدا تعمل فيرمنتيشن للمسل كربوهيدراتس. زي ما احنا عارفين ان المسلز بتاعتنا بيبقى فيها كربوهيدراتس، بيبقى فيها جلايكوجين، فالسكاروليتيك جروب اوف
كوليستريديا سبيشيز بتعمل فيرمنتيشن للكربوهيدراتس اللي موجوده او الجلايكوجين اللي موجود with formation of acid and gas. الجاز بيعمل سيباريشن للمسل فايبرز from its sheath، والشيث بيحتوي على البلد سبلاي، وبالتالي انا عملت كاتنج للبلد سبلاي عن المسل فايبر فيحصل نيكروزس للمسل. البروتيوليتيك جروب اوف كوليستريديا سبيشيز بتعمل بروتيوليسيس اوف نيكروتيك مسل فايبرز، بتعمل دايجيشن للبروتين اللي موجود في الديد مسلز، فده يؤدي الى بلاكنينج اند فول سميل اوف ذا افكتد تيشو. والبلاكنينج والباد اودر اللي بيبقى موجود بيبقى نتيجه البرودكشن اوف اتش 2 اس. ننتقل الى الدايجنوزس اوف جاز جانجرين. والدايجنوزس اوف جاز جانجرين بيعتمد على الكلينيكال دايجنوزس، مش محتاج لاب دايجنوزس، لان زي ما احنا شايفين كلينيكال بيبقى واضح جدا الافكتد تيشو بالجاز جانجرين بتبقى بلاك اند اوف باد اودر. لكن لو انا اخدت ووند اكسيوديت فروم ديب سايدز اوف ذا ووند وعملت لها ستيننج بالجرام ستين هلاقيها large gram positive capsulated bacilli with subterminal spores. وبما ان الاورجانيزم anaerobic فلما هاجي اعمل له كالشر هعمل له فيه anaerobic كالشر، ممكن اعمل كالشر فيه بلاد اجار داخل anaerobic gas bag jar وهلاقيه بيعمل complete hemolysis او بيتا هيموليسيز على البلاد اجار. وممكن ازرع فيه روبرتسون كوكد ميت ميديا هلاقي فيه بلاكنينج في الميت with the production of H2S. ايضا بعد ما الاورجانيزم بيطلع فيه الكالشر ميديا ممكن اعمل فيرذر ايدنتيفيكيشن عن طريق ان انا اعمل بايوكيميكال رياكشنز، هلاقيه بيعمل اسيدفيكيشن ويز ستورمي كلوت فورميشن اوف ليتماس ميلك، وايضا بيعمل فيرمنتيشن للشوجرز ويز اسيد اند اكسسيف جاز برودكشن. ايضا لو انا اخدت عينه من الفلويد كالشر سوبرنيتنت وعملت لها انجكشن بالانتراماسكولار او السبكوتيريوس روت في لاب انيمال هلاقيه بيعمل سبريدنج جانجرينوس انفلاميشن في الانيمال اللي بيموت بعدها بفتره قليله جدا. ممكن ايضا اعمل ديتكشن للتوكسنز اللي بتفرزها الكلستريديا سبيشيز عن طريق الديفرنت اليزا اسيز. كوليستريديوم بيرفرنجنز اللي لها رول في الجاز جانجرين بتفرز توكسينز كتير، منها الفا توكسين. والالفا توكسين ده عباره عن ليسيسينيز انزيم، ممكن اعمل له ديتكشن عن طريق اختبار اسمه ناجلرز رياكشن. بعمله ازاي؟ بجيب اكسيوديت فروم ديب ووند وحطه في كالشر اسمها ايج يوك اجار، ودي عبارة عن كالشر ميديا فيها ليسيسين، واسيبها لمدة 24 ساعة طبعا بعد ما وفر الانايروبيك انكيوبيشن. هلاحظ وجود زون اوف اوباليسنس. This zone can be inhibited if I added antitoxin to the media.
ننتقل إلى المانجمنت أوف جاز جانجرين. أول خطوة بعملها immediate cleansing of dirty wounds. لازم أبدأ أطهر ال dirty wound وال compound fracture وال infected incision. كل الحاجات دي أعمل لها immediate cleansing. ولو في تيشوز خلاص اتأكدت ان هي حصل لها جاز جانجرين لازم اعمل لها debridement، لازم اعمل amputation حتى للعضو اللي حصل له جاز جانجرين لانه خلاص ده necrotic tissue مش هينفع تاني ان هو يرجع ويبقى healthy tissue خلاص، فلازم بتعمل له amputation. بما ان في toxins كتيرة بتفرزها الكلستريديم بيرفرنجنز فلازم اديها بوليفيلنت انتي توكسيك سيرم، ايضا بدي لارج دوزز اوف انتي بايوتكس عشان امنع الملتيبليكيشن اوف كوليستريديا زي السيفالوسبورين او البنسلين. ايضا ممكن ادي للبيشنت ده هايبرباريك اوكسجين ثيرابي، وطبعا لازم اعمل فلويد اند electrolyte replacement. الكوليستريديوم بيرفرنجنز مش بس بتسبب جاز جنجرين، لا ده كمان ممكن تعمل فود بويزنينج. وبما ان الكوليستريديوم بيرفرنجن سبورز موجوده في الانفايرمنت everywhere، فعلشان كده من السهل ان هي تعمل contamination للفود. الموست كومن فود تايب اللي ممكن يعمل او بيحصل منه فود بويزنينج هو الاندر كوكد ميت ديش او الري هيتد ميت ديش. وبما ان الكوليستريديال سبورز بتريزيست الهيت فهتستحمل الري هيتد ميت ديش، ولما تتاخد مع الاكل وتنزل مع الاكل في الجي اي تي بيبدا يحصل لها فيجيتيشن وتكون البكتيريا ويحصل ريليز للانتروتوكسين التوكسين اللي بيسبب الفود بويزنينج او اعراض الفود بويزنينج. يبدا العيان يشتكي من ابدومينال كرامبس ودايريا اللي في الغالب ما بتقعدش كتير، بتقعد حوالي من يوم او يومين وبتختفي لوحدها سيلف ليميتنج، و في الغالب مش محتاجه علاج. الاعراض هتبدا من 6 ساعات ل 24 ساعة after consuming contaminated food. وزي ما قلنا الأعراض في صورة abdominal pain abdominal cramps ومعاها diarrhea بتقعد حوالي يوم أو يومين، وفي الغالب التريتمنت بيكون symptomatic لأنها self-limiting disease فمش محتاج أي specific treatment. هننتقل إلى نوع آخر من أنواع الكوليستريديا وهو كوليستريديوم بوتيورينوم. عبارة عن جرام بوزيتيف باسيلاي أنايروبيك أوفال أو سبترمينال سبور فورمينج موتايل، لكن بيقدر يفرز سترونج ليسل توكسين اسمه نيوروتوكسين بوتيورينوم. ايضا الكوليستريديوم بوتيولينوم موجود في السايل، موجود في الووتر، موجود في الانتستينال تراكت اوف دوميستيك انيمالز، يعني منتشر في كل حته. عن طريق النيوروتوكسين ممكن يعمل هيومن بوتيوليزم. هو كذا انتجينيك تايب، اهم انتجينيك تايب بتعمل هيومن بوتيوليزم طيب A و B و E و F. ازاي بيحصل بوتيوليزم؟ البوتيوليزم بيحصل نتيجة ingestion of food preserved in anaerobic conditions زي الكاند فود، ولكن اثناء عملية التصنيع والحفظ حصل له contamination بالسبورز of Clostridium botulinum. وبما ان ده كاند فود فبيوفر الانايروبيك كونديشن للسبورز
يبدأ يحصل لها germination وبعدين multiplication وتبدأ تفرز النيوروتوكسين بتاعها اللي أقل كمية منه ممكن تؤدي إلى الوفاة. الليثال دوز بتاعته حوالي من 1 لـ2 مايكروغرام. النيوروتوكسين بيشتغل إزاي؟ بيمنع الأكشن أوف أسيتايل كولين عند البريفرال نيرفز والكرينيال نيرفز، وبالتالي يؤدي إلى الفلاسيد باراليسز. وهنا سبب الوفاة هيكون نتيجة ريسبيراتوري فيلير أو كاردييك فيلير. طيب أنا إزاي أمنع القصة دي؟ من الأول أنا ممكن أسخن الأكل ده لدرجة الغليان لمدة 3 ساعة، فده هيبوظ الأكشن أوف ذيس نيوروتوكسين وبالتالي مش هيعمل بوتيوليزم. الصورة دي بتوضح أكتر إزاي الكوليستريديوم بوتيولينوم إكس توكسين بيشتغل. زي ما احنا شايفين كده بيمسك فيه البريسينابتك نيرف اندنج اوف ذا بريفرال نيرفز ويمنع الريليز اوف اسيتايل كولين، وبالتالي الاسيتايل كولين مش هيمسك فيه الاسيتايل كولين ريسبتورز ومش هيخلي الماسلز يحصل لها كونتراكشن، وبالتالي البيشنت ده هيدخل في فلاسيد باراليسيس. تعالوا نشوف الكلينيكال فيتشرز اوف بوتوليزم. واول ملحوظه فيها ان مفيش gastrointestinal tract manifestations، هو بيحصل في صوره food poisoning ولكن مفيش gastrointestinal tract manifestations. هنبدا نتكلم على الكلاسيكال فورم. الكلاسيكال فورم بيحصل نتيجه الانجيشن اوف improper او inadequate canned food، فبيحصل نتيجة الانجيشن اوف بري فورم التوكسين. انا باخد التوكسين جاهز في الكاند فود. الانكيوبيشن بيريود حوالي 72 ساعة. بعد كده الشخص يبدأ يعاني من بليرد فيجن، دايليتد بيوبل، دراي ماوس، ديفيكولتي في سبيتش اند ديسفيجيا. زي ما احنا شايفين الاعراض بتبدأ في الفيس والهيد وبعد كده بتنزل لتحت نتيجة الديستندنج ويكنس في البريفرال ماسلز. الوفاة بتحصل نتيجة ريسبيراتوري فيلير أو كارديك فيلير. أيضا البوتيوليزم ممكن يحصل في الأطفال، ولكن هنا ممكن يكون نتيجة ingestion of food contaminated with spores. يعني الطفل أخد السبورز بتاعته في الأكل وحصل germination جوه في الانتستين وبدأ يفرز التوكسين أو النيوروتوكسين ويعمل الأعراض بتاعته. يعني هنا التوكسين اتكون في الجي اي تي. النوع الثالث وند بوتيوليزم، وده رير فيري رير، بيحدث نتيجة contamination of wound with spores. السبورز دخلت ديب شوية فحصل لها germination وبدأ يحصل لها multiplication وتكون التوكسين بتاعها. أما بالنسبة للدياجنوزيس of بوتيوليزم فبيعتمد على الكلينيكال دياجنوزيس والتريتمنت. ما اقدرش ان انا استنى لللاب كونفرميشن، يعني مجرد ما انا شكيت فيه كلينيكالي او شخصته كلينيكالي فانا ما اقدرش ان انا استنى اللاب كونفرميشن. بعمل بقى ازاي لاب كونفرميشن؟ بعمل ايزوليشن للتوكسين من الفود ريمننت بواقي الاكل او البيشنت بلاد، واتعرف على التوكسين عن طريق
البي سي ار او عن طريق الإلايزا او عن طريق ماوس بايو اساي. ايضا ممكن اعمل ايزوليشن للاورجانيزم عن طريق ان انا اعمل كلتشر للفود ريمننت او الستول اوف ذا بيشنت او جزء من الجاستريك كونتنت عن طريق جاستريك لافاج. ازاي بعمل تريتمنت اوف ا كيس اوف بوتوليزم؟ عن طريق تريفالنت بوتوليزم انتي توكسين تريفالنت اجينست الثري تايبس الاي والبي والاي، والتريفالنت بوتوليزم انتي توكسين بيمسك فيه السيركوليتنج بوتوليزم توكسين. طبعا لازم يكون فيه سبورتيف كير. ممكن اعمل elimination of organism from gastrointestinal tract عن طريق gastric lavage وعن طريق antibiotics زي المترونيدازول او البنسل. ازاي اعمل prevention للبوتيوليزم؟ ان انا اكون متأكد من الاكل اللي انا باكله. اول حاجة ان الكاند فود اتاكد ان هو مصنوع ومحفوظ بطريقه كويسه، الاستورج بتاعه كويس جدا، اقل من 4 سيليزيوس. او لو انا شاكك ممكن اعمل ديستراكشن للبري فورم التوكسين عن طريق البويلنج لمده 20 دقيقه. اذا مهم جدا ان انا اعمل بروبر استراليزيشن اوف فود بيفور كانينج. هننتقل الى نوع اخر من انواع الكوليستريديا وهو كوليستريديام ديفيسيل. الكوليستريديام ديفيسيل بيتنقل عن طريق الفيكو اورال ترانسميشن، وفي بعض الاشخاص بيبقوا شايلين الاورجانيزم في الجي اي تي ولكن بيبقى سبرزد بالنورمال فلورا اللي موجوده في الجي اي تي. ولكن لما الشخص ده بيبدأ ياخد انتيبيوتيك لفترة طويلة او ياخد برود سبيكترم انتيبيوتيك بيبدأ يعمل اوفر جروس للكوليستريديوم ديفيسيل اللي موجودة في الجي اي تي، فتبدأ تعمل المشاكل بتاعتها، بتعمل سودو ممبرينس كولايتز وانتيبيوتيك اسوشيتد دايريا. اذا انا عندي اتنين مود اوف انفكشن، endogenous infection و exogenous infection. endogenous infection بيحصل نتيجة antibiotic exposure لفترة طويلة أو broad spectrum antibiotic، ده بيؤدي إلى death of عدد كبير من النورمال فلورا، وبالتالي يبدأ يحصل overgrowth للكوليستريديوم ديفيسيل. أو ممكن يكون exogenous infection وده بيحصل أكتر في المستشفيات وبتنقل عن طريق الفيكو اورال ترانسميشن، مع وجود بقى الريسك فاكتورز زي برولونجد يوز اوف انتيبيوتكس، اولد ايج، واحد دخل في عمليه جاسترو انتستاينال سيرجري، او حد اميونو كومبرومايزد. كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى سودو ممبرينس كولايتس او انتيبيوتيك associated diarrhea. بعد ما بيحصل overgrowth للكوليستريديوم ديفيسيل اللي موجودة في الكولون أو يحصل colonization للكوليستريديوم ديفيسيل في الكولون، تبدأ تفرز التوكسينز بتاعتها. بتفرز two dangerous toxins. The first toxin enterotoxin وبسميه toxin A. The second toxin بسميه توكسين بي وهو سايتوتوكسين، يعني بيسبب death to intestinal cells نتيجة الانفلاميشن اللي بيحصل للانتستينال سيلز، وممكن بعد كده يحصل سودو ممبرينز. زي ما احنا شايفين في الصورة، لما بيحصل death لعدد كبير من normal bacterial flora اللي موجودة في الجي اي تي، تبدأ الكوليستريديوم ديفيسيل
يحصل لها اوفر جروث او كولونايزيشن للانتستين وتبدا تفرز التوكسينز بتاعتها، توكسين A وتوكسين B، توكسين A اللي هو انتروتوكسين وتوكسين B اللي هو سايتوتوكسين اللي بيسبب الديس للانتستينال سيلز، له ليسال افكت على الانتستينال سيلز. ده يؤدي الى سيفير انفلاميشن في الوول اوف كولون والى الفورميشن اوف سودو ممبرين. وجود الكوليستراديوم ديفيسيل في الجي اي تي ممكن يكون اسوشيتد ويز اسيمتوماتيك كولونايزيشن، او ممكن يكون سيمتوماتيك، يحصل فيفر، ابدومينال بين، دايريا، او ممكن الموضوع يتطور لسودو ممبرينس كولايتيز. من ناحيه الدايجنوزس ممكن نعمل ايزوليشن للتوكسينز بتاعته، السيتوتوكسين والانتروتوكسين في الستولز، ممكن نعملها ديتكشن باكتر من تكنيك زي مثلا اشهرهم الاليزا، او ممكن نشوف السيتوتوكسيك افكت على تيشو كالشر. وفي انفستيجيشنز تانية ممكن نعملها زي مثلا ان انا اعمل منظار للقولون. اما عن التريتمنت، فاول خطوة ان انا اوقف الانتيبيوتكس اللي تسببت في الاوفر جروس اوف كوليستراديوم ديفيسيل. ممكن استخدم انتيبيوتكس عشان اعمل كنترول للانفكشن نفسه، فممكن استخدم مترونيدازول او فانكومايسن. وفي وجود الدايريا لازم اعمل فلويد ريبليسمنت ثيرابي، ممكن استخدم اذر سبورتيف ثيرابي زي التوكسين ادزوربنس واستخدام البروبيوتكس. في الحالات السيفير جدا انا ممكن اضطر ان انا اعمل سيرجيكال ريسكشن لبارت اوف ذا كولون، ده في الحالات السيفير. مكملين مع الانايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي، وهنتكلم عن امبورتانت ممبر بروبيونوباكتيريوم. واهم ممبر في البروبيونوباكتيريوم بروبيونوباكتيريوم اكنيز. والبروبيونوباكتيريوم مشهور انه بيفرز البروبيونيك اسيد، ومنها جاي الاسم. وزي كل الانايروبيك انفكشنز، البروبيونوباكتيريوم جزء من النورمال فلورا اللي موجوده في الفيس، الشست، الاكزيلاري ريجن، الفيميل جينيتو يورينري تراكت. البروبيونوباكتيريوم اكنيز مسؤول عن الاكني اللي هو حب الشباب او مشهور بحب الشباب. ممكن ايضا يعمل بوست اوبراتيف شولدر انفكشن افتر ارثروسكوبي او اي ارثروبلاستيك بروسيدجر. ايضا ممكن يعمل اوبورتونيستيك انفكشنز في اي بروسيستيك ديفايس، يعني لو في شخص مركب هارت فالف او عامل سيريبرو سباينال فلويد شانت، ممكن يعمل له كونتامينيشن ويأثر على الوظيفة بتاعته. ودي صورة بنشوفها على طول للأكني زي ما احنا شايفين الكومن سايد بتاعها في الفيس. هننتقل الى ممبر اخر من الانايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي وهو اكتينومايسيز. والموست امبورتنت ممبر فيه اكتينومايسيز اسرائيلي، يعتبر ستريكت انايروب او فاكولتيتيف انايروب، وزيه زي معظم الانايروبيك انفكشنز بيعتبر جزء من نورمال فلورا، وده بيعمل كولونايزيشن للهيومن ماوس والجي اي تي والجينيتال تراكت. امتى يعمل ديزيز؟ لو حصل ديسربشن للنورمال ميوكوزال بارير هيبدا يعمل الكلينيكال فورمز او الكلينيكال ديزيزز بتاعته. ايه هي الكلينيكال فورمز اوف اكتينومايسيز
أو بنسميها actinomycosis. في عندنا ثلاث أماكن: cervicofacial, thoracic, abdominal. يبقى عندنا ثلاثة clinical forms of actinomycosis: cervicofacial, thoracic, وabdominal. هنتكلم على example واحد من الاكتينومايكوزس وهو cervicofacial actinomycosis. وزي ما قلنا ان الاكتينومايسيز موجوده كنورمال فلورا في الاورال كافيتي، تبدا تعمل ديزيز لما يحصل ديسربشن في الميوكوزال بارير نتيجه بقى بور اورال هايجين، نتيجه اورال تروما. اي بريدسبوزنج فاكتور يبوظ الميوكوزال بارير ممكن يؤدي الى cervicofacial actinomycosis. بيتميز ان هو بيكون slowly growing painless swelling، يعني بياخد فترة طويلة على ما بيبدأ يظهر والعيان يبدأ يشتكي منه، لانه بيكون painless وبياخد فترة. يبدأ يعمل abscess، والabscess ده يعمل sinus tract، تبدأ sinus tract تدي suppurative discharge في الاورال كافيتي. وطبعا كأي أبسس لازم على طول نعمل له سيرجيكال ديبرايدمنت ونديله برلونجد انتيبيوتكس زي البنسلين. ازاي اشخص الاكتينومايكوزس؟ ممكن كلينيكالي ببساطه جدا ان الديسشارج بيبقى شبه الجرينز اوف ساند، حبوب الرمل. هو مش حبوب رمل طبعا، ولكن بيشبه الجرينز اوف ساند، عشان كده بنسميه سلفر جرانيولز. ولو خدت السلفر جرانيولز وعملت لها كالشر هيبقى لها شكل مميز على الكالشر ميديا، بتشبه المولر توس زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. هننتقل الى نوع اخر من انواع الانايروبيك جرام بوزيتيف باسيلاي، وهو لاكتوباسيلس. واللاكتوباسيلس في منها الفاكولتيتيف انايروب وفي منها الستريكت انايروبز، وزيها زي معظم الانايروبيك انفكشنز بتعمل كولونايزيشن او جزء من النورمال فلورا اوف جاسترو انتستينال تراكت والجينيتو يورينري تراكت. اشهر نوعين فيها لاكتوباسيلس كريسبيتس ولاكتوباسيلس جينسنياي. بتعمل برودكشن ل H2O2 اللي بيعتبر بكتيريسايدال للجاردنريلا فاجينالز، وبالتالي بتعتبر بروتكتيف اجينست الجاردنريلا فاجينالز انفكشن. طبعا هي يعتبر نورمال فلورا، بس ممكن تعمل opportunistic infections، ممكن تسيب مكانها وتروح البلد وتعمل بكتريميا، ممكن تروح وتعمل endocarditis، وده بيحصل خاصة في immunocompromised patients. mobilinicus ده بيعتبر obligate anaerobe، بيعمل colonization للgenitourinary tract of females، وبيبقى associated with a condition called bacterial vaginosis. هننتقل الى الانايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي. The most important examples bacteroids، واهم ممبر فيها bacteroids fragilis، fusobacteria، brevetella، و بورفرومينوس. ومعظم الانايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي بتبقى جزء من النورمال فلورا، فمثلا بنلاقي البروفيتيلا جزء من النورمال فلورا اوف ابر ريسبيراتوري تراكت والفيميل جينيتال تراكت، والبورفرومينوس جزء من النورمال فلورا اوف ذا اورال كافيتي. ايه هي الكلينيكال ديزيز اللي بتعملها الانايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي؟
ممكن تعمل chronic sinus infections، ممكن تعمل periodontal infections، ممكن تعمل brain abscess، intra-abdominal infection، gynecological infection، skin and soft infection. هنتكلم عن أهم ممبر في الأنايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي، وهو الباكترويدز، وأهم ممبر في الباكترويدز فراجيلز اللي مسؤول عن حوالي 80% من الانترا ابدومينال انفكشن. ايه هي الفيرولانس فاكتورز بتاعه الباكترويد فراجيلز؟ بوليساكرايد كابسول، وزي ما قلنا على طول الخط له انتي فاجوسيتيك اكتيفيتي، وممكن يكون بيزود الادهيجن للبروتينيال سيرفيسز مع الفيمبري، بالاضافه ان الباكترويد فراجيلز بتفرز مجموعة من الانزيمز اللي بتساعدها على الفيرولانس بتاعها. ايه هي الديزيز اللي ممكن تسببها الباكترويدز فراجيلز؟ زي ما قلنا مسؤول عن اكتر من 80% من الانترا ابدومينال انفكشنز، البريوتونايتس والابسس. ممكن تعمل بوست اوبراتيف انفكشن، ممكن تتسبب في بكتيريميا، ممكن تعمل skin and soft tissue infection و diabetic ulcers. أما عن التريتمنت فأي ميكروب بيتسبب في abscess فلازم أعمل drainage للabscess وأعمل debridement للnecrotic tissue اللي موجود. أي خراج لازم الخراج ده نعمل له درينج وننظفه كويس جدا ونشيل ايه النكروتيك تيشو اللي موجود. وطبعا محتاج انتي بايوتكس تكون بتشتغل على الانايروبيك انفكشنز. نيجي بقى لموضوع تاني صغير اسمه فينسنت انجينا. يعني ايه فينسنت انجينا؟ فينسنت انجينا عباره عن acute necrotizing infection of the pharynx caused by combination of fusiform bacilli with spirochetes. الفيوزيفورم باسيلاي اللي هي عبارة عن فيوزوبكتيريوم، والفيوزوبكتيريوم دي جرام نيجاتيف باسيلاي، والسبيروكيتس دي عبارة عن بوريليا فينسنتي. يعني الفينسنت انجينا caused by two different microorganisms. واحدة فيهم جرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي الفيوزوبكتيريوم، ودي فيوزوفورم باسيلاي، والتانية اللي هي بريليا فينسنتي ودي عبارة عن سبيروكيتس. نفس المايكروورجانيزمز دي ممكن تعمل another inflammatory conditions اسمها gingivostomatitis او trench mouse. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي هنلاقي فيه نوعين من الميكروبس موجودين، واحدة فيهم فيوزيفورم ان شيب اللي هي الفيوزوبكتيريوم ودي جرام نيجاتيف باسيلاي، والتانية سبايرال ان شيب اللي هي البريليا فينسنتي. طيب ايه بقى التريتمنت بتاعي؟ العلاج بتاعي هو عبارة عن البنسلين. اما عن الانايروبيك كوكاي فهي بتعتبر جزء من النورمال فلورا اوف سكين ماوس انتستينال تراكت والجينيتال تراكت. بتعمل ايه؟ بتعمل دايما اوبورتونيستك انفكشنز. زي ما احنا قلنا هي جزء من نورمال فلورا، لكن ممكن تستغل بعض الكونديشنز وتعمل اوبورتونيستك انفكشنز. في الغالب بتكون بولي مايكروبيال، تبقى مجموعه مع بعضها. ممكن تعمل برين ابسس، periodontal disease, pneumonias, skin and soft tissue infection و intra-abdominal infections. وأهم examples على الأنايروبيك كوكاي بيبتوستريبتوكوكس، وهي عبارة عن جرام بوزيتيف كوكاي. في منها أنواع البيبتوستريبتوكوكس ماجنس، مشهورة أنها بتعمل كرونيك بون وجوينت انفكشن، خاصة لو حد بركب مفصل صناعي أو حاجة، بركب بروسيسز. وفي أنواع تانية زي البيبتوستريبتوكوكس بريفوتي
والبيبتوستريبتوكوكس انايروبيوس مشهورين ان هم بيعملوا فيميل جينيتال تراكت انفكشن وانترا ابدومينال انفكشن. في نوع اخر من الانايروبيك كوكاي برضو مهم اسمه فيلونيلا، وده عباره عن جرام نيجاتيف كوكاي ممكن يتشاف في الانفكتد هيومن بايتس. هي دي الانايروبيك كوكاي. وبكده نكون اتكلمنا عن الانايروبيك انفكشن. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.